والله اسولف لك، انا طبعا السوداني ما محتك بيه، كنت قبل بس احتكيت بيه قبل الانتخابات الاخيره، واجاني كم مره وكذا وطلب انه ادعمه، وقلت له ادعمك، يعني وفقت 3 امور ادعمك. الامر الاول، انت ما عليك لا سمح الله سمعه بالنزاهه ونزاهتك والى اخره. اثنين، انت انشأت سياسيا بالعراق، ما رحت برا وتلوثت بافكار الخارج. وثلاثة، يعني أنت أجدت في الوزارات اللي استلمتها، هاي المعطيات الأساسية الثلاثة اللي خلتني أدعمه، فعلا دعمته وخرجت عن طوري في دعمه، واستفاد هو من الدعم هذا. الشاعر السوداني خوش ولد ومخلص، وأنا قلت له أمام الأمم المتحدة، قلت له أنت بتمثل بارقة أمل، وقلت لهم إلهم يمثل بارقة أمل، فعليكم أنتم تدعموه، إحنا ندعم الشعب العراقي. بس الحقيقة تدري الظرف العراقي كله، اكو مجلس نواب يمثل جهة معينة ما يمثل المجتمع العراقي، والصدر الله يسلمه انسحب، سيد الصدر هسه انسحبت ليش؟ ابقى يا اخي بالمجلس وعارض بالمجلس، 73 نائب عده. فالحقيقة يعني تدري حضرتك، يعني هذا اللي صار، والاضطهادات اللي صارت وعدم الوصول إلى نتائج في بعض الأمور خلتني أضع ملاحظات على مسار الدولة الآن. الآن؟ الآن هل راح تمشي بالاتجاه الصحيح؟ شنو ملاحظاتك حتى اللحظة؟ والله اللحظة هاي مثلا اللي ارتكبوا القتل بالمتظاهرين السلميين، ما حد يعرف منو، ولا صار تحقيق ولا صار فحص حقيقي لما حصل بالمظاهرات أي. اللي طلعت سنة 2019 أي. ما حد شاف شنو القضية، بس تسمع كتل وكتل. وأنا شخصيا توليت مداواة بعض الناس للمتظاهرين السلميين اللي ينظروا، يعني مثلا محامي بالناصرية رايح دي يعطي إفادة ضد الشرطة، انضرب لك طارقة برقبته اي كانت تمر بالنخاع الشوكي، بس الله خلصها، فتحملت انا كل علاجها البقيه زين، واخرين هكذا. يعني هذا كله حتى نتعرف على من هم الجنات الحقيقيين اللي يحاولون يكبتون ويكبحون النظام العراقي، نظام المجتمع العراقي. ما وصلنا الى نتيجه، الحكومه الى حد الان ما سوت شيء، هذا مو صحيح.